حديث أنجر وستلطاش يناد النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ثقي قرنص دي اللغة صيغة الحصر الاستغراق، يعني ما كني سامبلي في ذاك الدين ذي النصيحة. وفعلا وقي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد أوتي جوامع الكلم، قلنا قالها ثلاثا الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. وبعدين الصحابة الناس قلنا لمن يا رسول الله؟ إن يس لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث الصحيح أخرجه الإمام مسلم. كيف تكون نصيحة لله باختصار؟ بالإيمان بالله. وقيل معليس ما معنى النصيحة لله؟ معناتها أتسمى نصر ربي وتصمد بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وتصمد بوحدانيته في ربوبيته وإلى وألوهيته وأسمائه وصفاته إلى آخره، وتصمد بلي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النصيحة لكتاب الله معنى الإيمان والتصديق بكتاب الله بالقرآن، كي وحي طاهر ولاش ديك السكرة من الشك، كله طاهر كله صحيح، وبأنه حقيقة، وبأنه يليق، وبأن الله عز وجل قد وصف في كتابه بما يليق بمقامه وجلاله، وأن هذا الوحي يدعون إلى الطهارة يدعون إلى الطاعة يدعون إلى الهدى إلى آخره. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ بتصديقه، أنا من بلين محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وذنسى إذن قالوا وأنا من سر الرسالة إغديوي وانا من سلميراث غديجا تريك غديجا ماشي تسامورث ماشي تسامورث جايا غد السنه ينس المطهره ونحارب في اللاس. يعني راهم في قلتني عندنا الامام عبد الله بن المبارك ننسي يا امام هذه الاحاديث الموضوعه وقاد السيد ديفن في النبي صلى الله عليه وسلم ابو هيث العرب اشو سي ننسى ان يستعيش لها الجهابذه ادي فكر ربي عرضيا أري قد شن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ند النصيحة لله ثم النصيحة لكتاب الله والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم النصيحة لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين معنى ولاة الأمور إمذبرا كن سلما إلى قن سلما أثم نصحا هذا هو. وطال بالكم مذبر يسعى البطانة لونتوراج البطانة ما إلا يثق ما إلا تسقوضنا ربي أسفك النصيحة ذي لا جيستيون ينس دي المعاملة ينس وكذي مذان وكذا ما إلا تسقوضنا ربي ثاوين دقواسيف ثاوين دقيرفريف سبوصال البطانة الصالحة صمام أمان صمام أمان ما البطانة فاسدة ثرويث بروي ظلم ثم شاهود ساكو نحكي في عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمي والد الله ولي أمير المؤمنين وهذا الخليفة المسلمين إناس وني ولا نعوجا نص الصلاة غادي نباه تلقي قرناس دي لوبينيون بيبليك الرأي العام مري اللي رأي عام ناضج تلقي لا غارونتي باش الحاكم هذي اللي مرتاح إما إلى الرأي العام لوبينيون بيبليك تروح ديك سنت ناس قرن كان إلى هاي إلى هاي هذا غادي تكمل إثواغيث نسيف غادي يسعو رأي عام ناضج يردعه يوجهه وينصحه إناس رحم الله امرأ أن أهدى إلي عيوبي هذه رحمة رب مذان أيدي هذول عيوبي إناس مثولا ذي العوج قوموني انتقيوا ناس والله لو رأينا فيك عوجاج لنقوم لك بحد سيوفنا أبر ناس الحمد لله جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بحد سيفه يعني يرتاح يضرب اللي ما يغرض سنين تغلظ معاذ بن جبل حكى وانت ما شوتيس كل عمر الخطاب اسمي عمر يغلظ ينطق معاذ في امر متعلق بالفتوى يولهيث ينبهيث اشو سنين بعد عمر بالخطاب وسنين راك امير المؤمنين واش داك تتكلم ذن كيد مسؤول في الله اشو سنين يسلولا معاذ لهلك عمر يفشك كذا ربي ذا مشافع مولاش ترويف اللي خطر يتخمين في الاخر
وني تخميمني تحزيفني الاخر وتسقوا دار نصحيت في ايمانك وتحزيفها الاخر لا اله الا الله محمد رسول الله. لذلك لا بد من نصح الحكام كل بما يستطيع كل اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اخيرا النصيحه لعامه المسلمين كيف تكون؟ طبعا بتقديم النصح فيما بيننا، ولكن النصيحه لا الفضيحه هكا. النصيحه تسعى الاداب ما داود ما تنصح مصحيف وحذوان في كاس مقارن الا اذا وقع الخطا امام الناس اذن يكون الرد امام الناس. مولاش خير وحداس في كاس النصيحه سيلسة زيضان بالكلمة الطيبة بإظهار محاسنه وبيان عيوبه وبيان النيين باللي رغبتي هي أن أنصحك عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر إلى آخره وبشرع الله عز وجل وكذا وكذا. ومع ذلك إذا آذاك فعليك أن تصبر على أذى المنصوح ويزمرك يأذو يزمر تنصحض يرنك يضور أكي جرح سوال نصوي النظام اصبر. سي بور سا تيجي من شروط النصيحة أن تصبر على أذى المنصوح. اذمو ما يضرك جيت الله في سبيل الله. جزاكم الله خيرا على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله.